Thank you. Thank you. I love you. I love you. Thank you everybody. بسم الله الرحمن الرحيم. انا فين؟ انت في البسينة عند ليب. التوك توك وقع بينا ومسحورين في الطين وعمال تقول لي ثانك يو ثانك يو. يا لهوي يا شكر على الحلم اللي انا كنت فيه. وحياة ابوك رجع التوك توك خلينا ارجع تاني. ما طلع عم فوزي على الفرح ناس مستنية. حاضر بس على شرط. على شرط. آه. اللي حصل ده لو وصل حرف لعمرو دياب هقطع رقبيكم. ماشي عند ليب. ماشي عند ليب. يلا يلا بينا. رجلي تقيلة مش عارف اطلع. يا عم لف لف. الف ايه انا قصرت؟ انا قصرت. معلش. شد شد. المستوى الحقير الزبالة ده. أنا لا يمكن أغني في المستوى الحقير ده. أخوات العروسة نجم. أمال هتغني فين يا أه؟ في المكان اللي معاليك تأمر بيه. بس أستأذنك أي مكان مداري بس أغير هدومي عشان أطلع المسرح. تغير هنا. أنا أساساً بغير هنا. أنا باجي كل يوم أغير هنا. دي شي شكل الهوى يحييكم وأتمنى لكم سهرة سعيدة. مع نجم فرحنا الليلة. مع شموخ الإحساس. مع تدفق المسؤولية. مع انتصار المبادئ. مع الأسف معكم عندليب الدقي فوزي. أظن إن الذوق من أقل التقدير إن لما الفنان يطلع المسرح تحييه وتسقفوا له، ولذلك أنا بنسحب من الفرح ده. تنسحب منين يا؟ أنت بتطلع لي من أني داهية أنت؟ يلا. قبل ما أغني لازم أقدم الفرقة اللي تعبت معايا بقالها 7 شهور وعانت معاناة فظيعة عشان أوصل للبدلة والباروكة واللعلطة اللي أنا فيها ديت. أقدم أخويا عازف الكمان الأول اللي مفروض عليا في الفرقة عشان الكمانجة بتاعته، الأستاذ محمود محمود صاحب أجزخانة محمود محمود في كوبري الخشب في بلاد دكرور. وأقدم عازف الأكورديون الأول الأستاذ شعر السدر حسين. وأخيرا وليس بآخرا عازفة البونجز الأولى أختي وحبيبتي وبنت منطقتي أم مجدي. بقيت الفرقة وطين محدش ليه جمايل عليا ولا واحد من دول. جاهزين؟ قولي أحبك كي تدوم وسامتي، بدون حبك لن أكون وسيمة. لا 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 قولي وحبك كي تدوم وسامتي، بغير حبك لن أكون وسيمة. لا 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 عند أمي عند أمي يقول لها في عريس قابض عليه. اجري اجري جراش واجري. انت واخد مني 35 جنيه عشان تجيب لي مطرب يبقى وسط الفرح. طب اعمل لك ايه؟ مش انت اللي قلت لي ستار خاص؟ جايبين فرقه ب 35 جنيه دي فرقه معفنه يا بايره. سوري يا مصر هطير انا بقى هولع في الموهبه اللي مش مفهومه. شكرا يا كل ودن سمعتني ومش مأذت. شكرا يا كل كف نزل على قفايا وقال لي صوتك معفن. افرح يا مطربين مصر. افرح يا عمرو العندليب يولع. افرح يا اصاله. افرح يا سمير يا رباعي. افرحوا. هاتي الكبريت ياما. هاتي الكبريت يا واد. بطل بقى بطل شغل المجانين ده. وقادر وابوه
ياما انت فاكراني اتجننت؟ اقسم لك بالله المطربين بيحاربوني ياما. طب انا النهارده في الفرح كنت ملعلع. تامر حسني فجاه بعت لي رجالته انتشروا في الفرح بوظوا الفرح. بقى هو تامر حسني هو اللي بوظ لك الفرح؟ امال يعني ابو تريكه هو اللي هيبوظ لي الفرح؟ فوزي يوم ارمي دي، انا كل جاهز هولع. اديني البخاخه بسرعه احسن كرشة النفس جت تاني. ياما الدكتور قال بلاش سجاير، هي اللي هتودينا في داهيه. يلا يا حلوه يلا يا ام فوقي، عايز اسالك على حاجه مهمه. عايزاه يا ولد؟ بس انت ما بتتصلش بيا يا امه، ما اعرفش عن حاجه بقالي اسبوع. طب اطمن على امك بدل ما تطمن على بسنت. يا امي انت قاعده قدامي على الكرسي ومطمن عليكي. النبي بسنت غايبه بقالها اسبوع، حاسس ان روحي بره جسدي. بصي يا امه، بصي بصي البراءه يا امه، بسمتك شايفه الجمال. بصي هنا بقى، بصي هنا. اتحداكي لو عرفتي تحددي ملامحها كبني ادمك. جاتك خبث خبتك، خيبت املي فيك. انا صرفت عليك دم قلبي بعد ابوك ما مات، وعلمتك ويا ريتك يا اخويا فلحت. ده انت اهدى علام. ايه اللي علمتهولي ياما؟ ده هو حيالة دبلوم فني بريد، وده كان ضد طموحي. اقول لك ياما صوتي حلو، قدمي لي في سياحه وفنادق، تقولي لي لا بريد يعني بريد. ماله دبلوم البريد؟ كان نفسي اشوفك مستاجي قد الدنيا. ياما مستاجي ايه ياما؟ هو في حد دلوقتي بيبعت جواب لحد؟ دلوقتي الانسان يبعت مسج يترد عليه بمسج يأكد عليها وصلتك المسج، التاني يرد عليه يقول له وصلتني المسج. بقى في حاجة اسمها اس ميم اس، بقى في بليتوز. الزمن اتطور ياما. وبعدين ابنك اتخلق عشان يكون فنان. ستي الحبايب يا حبيبة يا أغلى من روحي ودمي يا حنينة وكل بتشيبة. كفاية بقى، جرعتني في الأمومة، اتخلت. يا حياتي أنا كلي حيرة ونار. هو إيه الحكاية؟ مفيش صوت عدل أبداً؟ اللي بعده. مساء الخير، مساء الخير، مساء الخير. فوزي عندلي بالدقي هتسمعنا ايه؟ والله يا استاذ حلمي بكره انا بحب الحان حضرتك جدا وحافظها كلها عن ظهر قلب. معقوله؟ بس دي الحان صعبه جدا. هو ده الفن الحقيقي يا باشا. باين عليك بتفهم يا فوزي. طب قول لي حافظ ايه من الالحان؟ حافظ من الحان حضرتك راجب حوش صاحبك عن. نعم؟ مش الحان. لا يا فندم. طب حضرتك هو في اغنيه انا بطلع فيها امكانياتي، ممكن تكون مفاجاه لحضرتك، ممكن اقولها؟ قول قول. حاضر قلبي على تيري، قلبي على تيري، قلبي على تير. لاحظ حضرتك بطلع بالمقام وبنزل، اكيد حضراتكم عارفين الموضوع ده. قلبي على تيري، قلبي على تيري، تيري على قلبي، عشان مش ممكن اقول قلبي على تيري كتير، الناس ممكن تزهق فبغير يعني، واكيد حضراتكم عارفين الكلام ده. قلبي على تيري. طب ممكن اغني حاجه قصيره؟ هولع في نفس ياما، مش عايزين يدوني التسريح في بلدي ياما. الكبريت فين ياما؟ بسرعه والنبي الجزف ياكل في وشي. الكبريت فين ياما؟ الكبريت. الولاعه هي اسرع. خد الولاعه ياما بسرعه كده. لا ياما لا لا، ما تجيش منك، مفروض تأذريني. ايوه لو كل الدنيا وقفت ضدي انت المفروض تأذريني ياما، تقفي جنبي تأذريني كده وتقولي لي انت موهوب يا فوزي، انت موهوب. لو كل مطرب المطربين اللي بنشوفهم مثلا عندك، لو عمرو دياب ولا هاني شاكر ولا حماده هلال، كل واحد فيهم امهم رمت لهم الولاعه كانت حرقوا بجاز من زمان ولا كلنا شفناهم. لا ياما لا ياما، كنت منتظر انك تأذريني. يا خساره. ده انت اللي خسرت عليا، ده انت هتوكسني وهتخلص عليا فهتجيب اجلي. اما سيجارة ياما، سيجارة. قلتلك 100 مرة شربك للسجاير في البيت ممكن أشمه وده يأثر عليا كمطرب، وبعدين عشان صحتك. فوقي نفسك بقى، فوقي يا موهوم يا ابن الموهومة، فوقي نفسك يا قذر. ده أنا بعت سيختي وكل اللي حلتي علشان أعمل لك المشروع اللي يأمنك ويأمن مستقبلك وتقف على رجليك، وانت سايبه وطالع تجري ورا المغنى. أنا عارف إن المشروع عظيم، بس العيب مش في المشروع، العيب فيا أنا يا أمي. يا امي انا عيال، انا مريض بالغنى والطرب. خديني حللي لي، حللي دمي، حلليه واساليهم فصيلته ايه. هيقولوا لك فصيله دمي
بي دو ري مي فا صول. يومي يومي انا في ناس كتير قوي جوايا، لو تتعرفي تخرجيهم. خرجيهم، خرج عبد الوهاب، خرج ام كلثوم، خرجي شاديه يا امي، خرج عبد الحليم، خرجي حمائي، خرجي فؤاد، خرجي حمائي يا امي، خرجيهم من جوايا. انا بقى هخرج لك حمائي ام كلثوم. خرجوا خرجوا بس حمائي لسه، حمائي لسه، حمائي خرج 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 كلهم خرجوا وانا خارج. يا بسنت يا بسنت، بقالي اسبوع مش عارف عنك اي حاجه. ايوه اول ما تسمعي الرساله كلميني، انا قاعد في المشروع بتاعي. يلا سلام. يا عندليب يا عندليب، ابلغ خبر سوق انما ايه. انت ابن حلال، وحيات ابوك تعالى اقف في المشروع بتاعي خمس دقايق، عايز اروح ادور على بسنت، بقالي اسبوع ما اعرفش عنها حاجه. فوزي انا عندي طلبات ادويه مستعجله، وصاحب المصنع لما بيصدق الواحد يكح عشان يطرده. يا محروس انت عارف ان العاطفه بالنسبه للفنان، وانا فنان. وعشان انت فنان هقول لك عن الخبر الحلو. قول. فرح بسنت النهارده في مركز شباب. ما تقولش مركز شباب الدقي، نفس المكان اللي كنا هنتجوز فيه. ولا هتجوزها يا فوزي؟ ما تقولش. الوضع سمع عشاب، كل الدق كان عارف وانا كنت رافض اصدق. ولا هيغني فرح؟ ما تقولش. اكيد اكيد هيجيبوا مطرب غيري. ما اقولش ايه، ما انت اللي قلت كل حاجه يا فوزي. انا بدوخ ولا ايه؟ مالك يا فوزي؟ لا انا مجروح. مجروح عشان بسنت هتتجوز؟ لا عشان هجيب مطرب غيري. محروس انا تعبان، حياه ابوك اطلب لي من القهوه شويه قرفه بلبن. حاضر. بس خليني ازود اللبن. وحياه ابوك. حاضر. ولا شغلانه. اوبا الحق الدائره، الدائره انا جايه وهيجرحوك بجد. طب اقفل الباب لا تشوفوني. ولا فين فوزي؟ يالا فوزي راح اجيب النقاش. ايه فوزي راح اجيب النقاش عشان يصلح الازاز. يصلح الازاز؟ مش انت على الحساب اللي عليه وبعد كده اصلح الازاز؟ انا عارف، انا اصلح له الازاز. بقول لكم يا رجاله، عايزكم اصحاب الحراره من السنترال دوت. اصحاب السنترال من الحراره. يلا يا رجاله. ايه رايك؟ كله تمام؟ اه تمام 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 وزي الفل يا ريس. يبقى سلم لي على فوزي. يوصل. بقول لك يا محروس، خلي بالك من المشروع بتاعي عبال ما اجيب بتاع الازاز واجي. ها خينا واطيا يا بسن غدارة قذرة يا بسنت يا بسنت. قولي نفسك بقى بسنت بسنت، وسايب امك بتموت، روح هات للدكتورة. انا مش قادر اخد نفسي. حد 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 رايح فين؟ من عسلنا كل خلاص. عينيا يا امه. بسرعة يا ولا. حاضر يا شكري. امي جات لها الازمة بتاعت صدرها، هات لي الدكتور مسالك بوليه وتعب بسرعه. سلام. اتفضل يا دكتور. اتفضل اتفضل يا دكتور. من هنا من هنا. اه اوكي. مساء الخير. مساء الخير يا دكتور. ايه ده؟ مساء الخير يا طنط. ها المريضه فين؟ ايه المريضه فين؟ في الكوافير. ايه ده، راحت تجيب العريس؟ ايه يا دكتور، امي المريضه، طمني عليها لو سمحت. ابقى زمان بس ان شاء الله خير. خير. انا قلقان عليها جدا والله. ما تقلقش، الجو لطيف جدا والحياه ظريفه قوي قوي قوي. ايه بقى؟ ايه يا كتكوتة؟ ايه يا كاتيكوريكورة؟ على فكره على فكره، ماما بتتدلع عليك، عايزه تعرف غلاوتها عندك. والله غاليه غاليه جدا، بس طمني عليها لو سمحت. انا مطمن، ماما حلوه الحمد لله. ماما حلوه الحمد لله. هو حضرتك دكتور اطفال؟ حضرتك ما تبوظليش شغلي، ده شغلي. طب اتفضل. يا اختي حبيبتي حبيبتي بابا يا حبيبي. يقول 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 انت جاي ترضع عيله صغيره يا دكتور؟ لحظه واحده اشوف شغلي. اتفضل. مش هينفع كده. اتفضل. حك 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 حك. ده كشف غريب جدا. قولي يا تيتي قولي يا تيتي. هي ما بتضحكش ليه؟ هي تعبانه؟ لا مش تعبانه، انا منكد عليها، وثانيه واحده هنكد عليك انت كمان. لو سمحت انا متوتر، شوف لي فيها ايه. ماما حلوه طمني. ربنا يخليها لك. احنا جايبين مطيباتي. كله هيبقى تمام صدقني، كله هيبقى حلو قوي. دلوقتي ماما ساكنه فين؟ نعم
ماما ساكنه فين؟ ساكنه في اول فيصل، بس ما بتعيب نكشف عليها هنا. برافو عليك، برافو برافو برافو. قولي بقى، لما بتطلعوا رحله مع بعضيكم هي بتطلع معاكم؟ ايه علاقه ده باللي هي فيه دلوقتي؟ بتركب الباص. مين اللي بتركب الباص؟ انت تركب الباص يا كتكوتة، انت تركب الباص يا كتكوتة. ماما حلوه. انا ثانيه واحده وهطردك لو سمحت، الدكاترة كتير، أرجوك طمني إن أنا توترت. أنا معلش، أنا آسف، أنا مقدر توترك، بس ماما حلوة. أنا عارف إن ماما حلوة، قولي بس فيها إيه؟ هتبقى حلوة، اتأكد من كده. يا أوكي؟ رب. يلا قولي لي بقى، حاسة بإيه؟ حرقان قلبي جامد. حرقان في قلبي؟ أي حرقان في قلبي. حرقان في قلبي يعني إيه؟ لا يعني خطر يا دكتور. لا 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 مش خطر خالص. ماما حلوة. ماما حلوة إيه؟ أنت حرقان في قلبي بتقولك. حاسة بإيه تاني يا حاجة؟ صدري كتر عليا، مش قادرة أخد نفس. صدرك مش قادرة تاخد نفس؟ أه يا دكتور، أبص إيدك إديها أي حاجة. هي ماما حلوة. إن شاء الله. بتقولك حاسه بحاجه نغزه رخمه كده في رخ السن. مالك يا دكتور؟ استاذ مالك يا صمت؟ مر اسود. قالت لي خد الحبايه قبل ما تنزل. مين دي؟ يعني خدها. مين دي؟ خطيبتك؟ خطيبتك؟ مرات حضرتك؟ حضرتك جرسك. مر اسود على اليوم الطين. مالك يا ماما حلوه؟ انا اللي مش حلو. يا نهار اسود، انت حلو. طب اجيب لك حاجه، اجيب لك حاجه. فسحني حاجه. مالك يا دكتور؟ انت هتنام جنب امي. يا دي اللي مرتاوي. حاسس بايه؟ طيب افتحوا الشبابيك، افتحوا الشبابيك. طب في دواء انزل اجيبه لك. هيثم. ايوه سمر. هيثم وسمر، ده دواء جديد. يا نهار اسود، الدكتور بيتحول. الحقني يا شكري. جايب لي الدكتور بيموت يا شكري. معلش معلش يا عندليب، خش انت بس جنب الحاجه وانا اجيب لك دكتور تاني حالا. ما تجيبش حد تاني. ماما حلوه، ماما حلوه. الحمد لله يا ام، الدكتور خد الشر وراح. انت بقيت كويسه دلوقتي؟ اسمع يا واد يا فوزي، عايزه اقول لك سر مخبيه عليك السنين اللي فاتت دي كلها. سر ايه يا ام؟ ابوك عوض مش ابوك. يا نهار ازرق، امال مين ابويا؟ ابوك اسمه فايز الخبيري. طب ما انا عارف ان ابويا اسمه فايز الخبيري واسم الشهرة بتاعه عوض. ما هو ده السر اللي خباه عليك عوض، عشان ما تعرفش انه جوز امك وتتعقد يا حبيبي. يا نهار اسود، ده يا ابني كان راجل خليجي. ابوك شافني عن طريق عوض ابن عمي. كنت صغيره وحلوه، بس وقعني في هواها وعرض عليا الجواز. اصل مراته الخليجيه دي ما كانتش بتخلف، لكن لاجل الحق ابوك كان شايلني على راسه شيل. اتجوزني وفعلا حبيت لحد يوم الطلق ما جه وطلبني الاسعاف. ما انا كنت تعبانه قوي. استر يا رب، استر يا رب، استر يا رب. لا تقلق لا تقلق، كل شيء يصير تمام بابا فايز. طمن يا شيخ فايز، هي البكريه كده دايما، هدي اعصابك. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر الله اكبر. مبروك بابا فايز، مبروك مبروك، جالك ولدين زي القمر. كيف اتنين؟ مرضتش بقى اروح اعيش معاه في الخليج، ولاجل العدل هو خد اخوك فواز وانا خدتك يا فوزي. من اسبوع بعد سفر ابوك باخوك سمعت ان ابوك مات من سواق تاكسي كان بيسوق له في مصر. بعديها انقطعت اخبار اخوك، وبعدين بقى اتجوزت عوض ابن عمي. انا مش فاهم حاجه خالص يا ام. دور على اخوك يا فوزي وشوف ورثك يا ابني. فوزي مالك يا ام؟ انت حاسه بحاجه؟ باين عليا هفايس يا فوزي. لا تفايس يا ام فوزي، بلاش الكلام ده والنبي. دور على اخوك فوزي، تيد في ايده، تمركوش غير بعض يا حبيبي. ها ما
3 شهور بلف على السفارات ان الاقي عنوان لاخويا، ما لقيتش، بفكر اتبرى منه واخلص. فوزي مفاجاه، فوزي مفاجاه مفاجاه. ايه هي؟ حصل فزر، جبت لك ايه؟ المكنه اللي بتشيل شعر المناخير. بقول لك مفاجاه جدع، مفاجاه يا عم. ايه هي؟ تليفون اخوك وعنوان شغله. تكلم بجد؟ يا فرج الله، والله ما مصدق، والله العظيم ما مصدق، ما مصدق. ايه اللي انت عملته ده؟ بس على المهم ما تقلقش، انا حافظه. المعلومات اللي انا جايبها دي جايبها من واحد صاحبي سواق عند واحد لواء جامد قوي في الداخليه. اخوك اسمه فواز الخبيري، رجل اعمال جامد قوي، عايش في دبي او في الامارات، انا مش متاكد. نعم. على العموم الف الف مبروك يا فوزي. الله يبارك فيك يا صاحبي. بس ما تنسناش بقى يا فوزي. يا جدع عيب انساكوا ايه؟ ده انا همحيكوا من ذاكرتي. عيب عليك يا جدع. يا جدع عيب ايه؟ تحرقوا بجد كده يا فوزي؟ انت صدقت؟ يلا ده انتوا اخواتي، انا خلاص هعمل الشريط اللي بحلم بيه وهعدي. يبقى تدفع الفلوس اللي عليك يا فوزي طالما عديت. انت كنت سامعنا من الاول؟ اه. فلوسك هتاخدها على الجزمه. جزمه صندل بس هاتها. معاك تليفون؟ معايا. بيكلم محافظات ولا لا عشان اكلم دبي؟ بيتكلم. ايه التليفون الحقير ده؟ ده تلاقي اخويا في دبي مديلي الكلب بتاعه. حافظ النمره؟ ايوه فنان. اخلص اخويا، وحشني. اتفضل عند ليه. مرحبا. حد رد؟ لا انا بجرب عشان لو رد، بس هو حاليا بيرن 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 بيرن. الو سوري، لا انا مديرة اعماله. الخدامة يعني؟ اجري يا بنت تقولي لسيدك فواز بيه ان اخوه سيدك فوزي بيه بيكلمه من الدقي. اه اقول اسمك؟ اه يا ريت. والنبي اخليها بعدين. بنجوا الغزاله اللي هيصطادها وكتفوها، خلوه يصطادها، خلونا نخلص بقى في اليوم ده. يلا يا جو. نعم. جبت الغزاله اللي هصيدها؟ جبنا غزلتين سعادتك ومدربين على الصيد. اوكي. صبتها. انا شايف الغزاله طاحت وماتت يا جو. ماتت وشبعت موت يا فندم. لكن ليه انا اتخيل انها تتحرك شوي؟ دي حلاوه الروح يا فندم. والله المره هذه في القلب عشان ما تتحرك. هلا هلا يا فواز، هلا هلا يا فواز. Good morning مستر فواز. ايش فيك يا جمانة؟ مستر فواز تليفون مهم لحضرتك من واحد بيقول انه من الدقي، بيقول انه اخو حضرتك. ايش دقي وايش يا اخوي؟ انا مالي اخو. الو الو يا فواز، يا حبيبي انا اخوك فوزي. انا هبكي فواز، والله هبكي. انصحك ما تتكلم مره ثانيه. هاي انت ما تدري ايش في يدي. اها طلقه واحده ما تلاقي ودانك ولا نفوخك. ايه يا فواز الاصوات الكتير دي يا حبيبي؟ انت بتكح؟ لا خد بالك من نفسك. اه ايه؟ لا 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 لا، المبلغ مش كبير، تافه. الولد السواق انا كنت في المصيف ففاضل له كام شهر من مرتبه. ما فكرتنيش ليه في المصيف؟ ما انت عارف مكان المصيف. ايوه اوكي، ابعتهم كلهم او الباقي ياخدوه اهله غلابه فقر. اه اه طب يا حبيبي اسبوع. اوكي اوكي باي حبي، باي باي. اسبوع فلوسك تبقى عندك على الجزمه. نستحمل اسبوع. هات الموبايل. طب ما تخليه معايا واجيبه لك مع الفلوس. اقول لك هات الموبايل. خد يا رب الشبكه تفرقع في وشك. طبعا يا ابو الفوز اخوك فرحان موت انك كلمته. اكيد يا ابني، ده الدم بيحن. اه الدم بيحن لدرجه انه قفل السكه في وشي. شفت؟ مش قلت لك الدم بيحن؟ بقول لك يا فوزي إيه؟ احنا ممكن نحاول نجيب نمرته ونتصل بيه. ايه ناقص غباوه؟ ما هو خد التليفون ومشي. الحل الوحيد يا فوزي انك تسافر له. اه سافر له، شايف حق التذكره في جيبي والفيزا وكله تمام. اعمل ايه يا ربي؟ بصوا يا جماعه انا هفكر في البيت واكل الاكل دوت، ربنا يسهلها ان شاء الله. أنا محرج قوي يا جماعة، بصراحة محرج، أول مرة استلم فلوس بصراحة، وأنتوا عارفين شعوري فنان مختلف عن الحيوانات اللي زيكم صح؟ أصل أنت مالك بس؟ قلقان من إيه؟ ولا قلقان ولا حاجة، أنا هقول أنا عايز فلوس أروح لأخويا فواز في دبي، فيها إيه؟ مش هيحرجني صح؟ عادي. لا أنا متوتر متوتر بصراحة. لا فوزي ده خالك وخال والد. لا أصل هو بصراحة مش خالي لازم، يعني هو أمي ولاد خالة، فده يعتبر خالي؟ أيوة طبعًا ده كده يبقى خالك لازم. طب الحمد لله. انا متفائل والله متفائل. بقول لك ايه، اطلب ال 4000 بتوع التذكره ولا اطلب 76 عشان لو نزلهم شويه اخد 500 جنيه وما بقاش خدت اللي انا عايزه. يا عم ده خالك، خليك جريء جريء. ايه يا عم الجريء؟ يا خرابي فوزي. انا مش فوزي، انا مختار. الحاله يا فوزي، الحاله.
دي تجن ليه؟ بعمل ايه انا عشان تصرف كده في اسبوع؟ ايه ده؟ خشينا يا قلبي. انت غير منور ايه؟ انا خايف من شكلك انت. ايه يا خال ايه اللي انا شايفه ده؟ الواد صرف كده في اسبوع يا فوزي. ما دي التربية البايظة. لو كانت اللمبة المحروقة دي ربته ما كانش جرى اللي جرى. اكيد بيشرب سجاير. انا اروح اشوف مين شرب نص سجاير. خد يا انت عايز ايه يا انت؟ مش امك بقت الجهاد وخلاص منها؟ انا عارف ان امي ماتت. انا عارف بس انا قلت يعني بيقولوا الخال والد. قلت يمكن يمكن. انت مش من اي حد. مش من اي حد. انا ماليش غيرك يا خال. امال عايز ايه؟ عايز بصراحة عايز. قولي الحقيقة عايز ايه؟ بصراحة انا عايز 4000 جنيه اقطع تذكرة واروح دبي. انت بتستخبى يا يلا؟ ده في ناس كتير قوي جوه. انت بتستخبى يا يلا عايز تروح دبي؟ اوه يا بابا انا هديك ابو صاحبي. عايز تروح ابو صاحبي؟ دبي يا خالي دبي. انا هوديك دبي. طب اسلم على مرات خالي. لا هوديك دبي تتعور. بس دبي مش من هنا. والله توحشنا يا فوزي. والله انا اللي كل حاجة هتوحشت يا محروس. بس انا ما كنتش اتوقع ان انت تبيع موتوسيكل اللي حيلتك عشان تجيب لي تذكره الطيران. ما تقولش كده يا جدع ده احنا اخوات. وغيرت لك يا عم 50 دولار موجودين عندك في الباسبور. ربنا يخليك حبيبي. مفاجاه فوزي. إيه؟ الجمعيه اللي كنت عاملها عشان اظبط اجهزه الصوت بتاعتي حلال عليك يا عم. يا جدعان لو ليه اخوات مش هيعملوا اللي انت عملتوه. انا بقى نفسي اوصيكوا وصيه. كل يوم تيجوا تسقوا الزرع. ما تعرفوش الزرع بالنسبه للفنان ايه. احتياج الزرع للفنان زي احتياج الشوربه للحبان بالظبط. ارجوكم تيجوا تسقوا كل يوم. طب ايدك على المفتاح بقى عشان نسقيه. مفتاح ايه؟ مفتاح الشقه. لا انا ما بحبش حد يدخل بيت وانا مش موجود. وانا ما بحبش الزرع اصلا. انا عمري ما بحب الزرع. يلا يلا توحشوني والله. سلامه يا فوزي حبيبي. حبيبي بقول لك يا فوزي ولادي اول ما توصل دبي شوف لي اي شغلانه في شركه ادويه لان المصنع اللي انا فيه بيتسكر. شغلانه ايه ده؟ انا خليك صاحب شركه ادويه حبيبي. فوزي انا عايز اطلب منك طلب صغير. عيوني عارف مايكات وعده الدي جي. خليك ملك. لا لا بالنسبه للجمعيه اللي انا اديتها لك فوق كنت محتاج منها 200 جنيه بس عشان امي سالفه فلوس من خالتي. لا لا طالما سالف لا. وبعدين اللي انت كفتتهولي كتير بصراحه. سلم لي على الحاجه خليها تدعي لي. ها معلش في 500 عشان المصاريف بتاع اولاد اختي اطفال. فوزي على اطفال لازم يتعلموا لازم يتعلموا. اتفضل يا عمي ربنا معاك. الله يخليك فوزي. معلش انا في 125 عشان انا محكوم بمعاد شحن المحمول بتاعي. خد الساعه بتاعتي. لا لا خد الساعه. هي دي المفاجاه. هي دي المفاجاه اللي انت عاملها لي. فوق على دي صداقه. انا عايز اقول لك حاجه. اي حد يطلبني في فرح في حفله انا ما سبتش البلد. ها انا رايح رحله عليك في ساحل العاج. اتفقنا؟ يا جدعان جبت التوك توك. طبعا يا عندليب اتفضل. وده هيكفينا احنا الثلاثه. مش ده فوزي ده سواق التوك توك اهو. مؤاخذه مؤاخذه سواق ايه ونيله ايه؟ انت عامل التوك توك على قدك ومن الزباين تركب فين؟ يا عم اتاخر شويه. هر اسود ومنيل. باي باي يا مصر. باي باي يا مصر. يا عم مش عارف تركب اتاخر يا اسطى. Good morning, Mr. فواز. Good morning. الموظفين مستر فواز يبغون يقدموا التعازي لحضرتك عشان الذكرى السنوية لوفاة المرحومة زوجتك. سندس زوجتي الحبيبة أمي زين. والله تركتيني وحشتيني وحشتيني. ورايا شباب عزم الله أجركم. يا لها باللي لها الخافق يهلي هلي من الفرحة وروحي بات هلي هلي إلا شفته ولو في النفس ضيقة ضيقة تفرج كل همي واضمحلي حلي رفيع الشان عن ضرب الدنايا نايا واللي وعد بوعده ما يخلي خلي جمانة ارفدي لي 7 من الموظفين هدول. يلا ليش مستر فواز هبا؟ ايوه هبا جننت انا. ما كانوا بيقولوا ورايا بصدق كان كل نفاق ورياء. ليش هم ياخذوا رواتب ويسووا شوبينج وانا افضل حزين على ام ولدي؟ وكلمه زياده هتحصليهم. يلا حاضر. يا جمانه والله